إذا سألوكم أنتم مين؟ إذا سألوكم أنتم مين؟ بتقولوا لهم نحن رمزي عيراني وبيير بولس وتوني داو. إذا سألوكم رئيسكم مين؟ بتقولوا لهم رئيسنا بشير جميل. إذا قالوا لكم بس يا عمي هودي مات ومش طيبين، بتقولوا لهم هودي أبطال والبطل ما بيموت. هودي أبطال والبطل ما بيموت، كل الناس بيموتوا إلا هودي بيبقوا طيبين. رفيقاتي رفقاتي، من عندكم من المعراب يعني، رفيقاتي رفقاتي، تحية لكل طالبة بيناتنا اليوم، تحية لكل طالب، تحية لكل طالب حرية وسيادة واستقلال، لأنه مش كل طالب طالب. تحية لطلاب القوات اللبنانية، تحية لأحفاد المقاومة اللبنانية، تحية 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 للأمحة، تحية للأمحة اللي راح تصير سمبلة، يلي ممكن تنحني يوما من الأيام مع الريح بس ما بتنكسر أبدا أبدا أبدا. أنا بعرف إنه الأوضاع بهالأيام صعبة، بس نحن بالوراثة بالدي إن إي محصنين ضد الأيام الصعبة وبنعرف كيف نتعاطى معها. بنقراها مزبوط، بنفكر مزبوط، بنخطط مزبوط، بناخد قرارات أوقات كتيرة قرارات صعبة وبننطلق لتنفيذها. منضل نقاوم ونقاوم ونقاوم تنقلب ونغلب الايام الصعبة ونحولها ايام طبيعية. القوات قوة بالعقيدة، عمق بالايمان، صلابة بالالتزام، صمود بوجه المخاطر. هيدا نحنا، هيدي هي القوات. رفيقاتي رفاقي، الشر يمكن يفكر حاله انتصر بحالة وحدة فقط لا غير، إذا عرفتوا من كل اللي عم بصير بالوقت الحاضر وقعدتوا على جنب. مشان هيك ما رح نتعب، ما رح نقرف، ما رح نتعب، ورح نكفي ونكفي ونكفي تيتعب التعب وينكسر الشر وينتصر لبنان. قوة بالعقيدة، عمق بالإيمان، صلابة بالالتزام، صمود بوجه المخاطر، ومقاومة مقاومة مقاومة. هيدا نحنا وهيدي هي القوات. يا رفاق، كلنا منتذكر عنجر، ما بقى يفيد هلا، كلنا منتذكر البوريفاج، وكلنا منتذكر عهد الوصاية، نتذكر الاضطهاد والسجن والتعذيب، كلنا منتذكر 23 آذار تاريخ حل الحزب، كلنا منتذكر 21 نيسان تاريخ اعتقال رئيسه، كلنا منتذكر 7 آب، كلنا منتذكر رمز عيراني وبيير بولوز، كلنا منتذكر 1 تشرين محاولة اغتيال مروان حمادي، وكلنا منتذكر 14 شباط اغتيال رفيق الحريري. كلنا منتذكر كل هالتواريخ، ومنتذكر عهد الوصاية، وبالأخص نتذكر الأوصية. طيب، غازي كنعان مات، لحقوا جامع جامع وهلأ رستم غزالي، كلهم راحوا وبقيت القوات وبقي لبنان.
الأرض والسماء يزولان وحرف واحد من كلامك يا ربي لا يزول. بالفترة الأخيرة زحلي يا زحلي، بالفترة الأخيرة سمعنا البعض عم بيطمنونا وعم بيقولولنا ما يهمكن وما تخافوا، نحن منحبيكن من داعش والنصرة. أنا بسمع هالحكي بصير اتبسم، بصير بتبسم وبقول بقلبي أو يكون عم بيقول هالحكي مبارح واصل من الصين، أو يكون هالبعض اللي عم بيقول هالحكي مش قاري جرايد بآخر 40 سنة، طيب بآخر 80 سنة، طيب بآخر 200 سنة، طيب بآخر 1400 سنة ما هيئته قاري جرايد. أنا بدي أقول لهالبعض، بدي أقول له أولا يا حبيبي شوفتنا شوفة خايف، مين قال لك خايفين؟ ثانيا أنت يا صاحبي مين طلب حمايتك؟ كل اللي طلبناه منك أنك تكف شرك عنا. ثالثا مين قال لك نحن داشرين ومتروكين؟ كل هالجيش اللي قدامك بدباباته ومدفعيته وطياراته وعسكر وبطولاته، كل هالجيش منك شايفه؟ واذا انت افترضت انه هالجيش يمكن بوقت من الاوقات ما راح يعود يقدر، وانك انت ساعتها راح تقدر، بتكون مغلط كتير. اذا لا سمح الله 1000 مرة و2000 مرة وصلنا لهالوقت، مش انت اللي بتقدر، نحن اللي بنقدر. هودي اللي بيقدروا. هي بتحمي الشرعية القوات اللبنانية. بهالمناسبة رح روق بالك. القوات مثل بالكتاب المقدس تعرفوا في عهد قديم في عهد جديد. بالعهد القديم بالقوات شو كان ينقال؟ واحدة بتحمي الشرعية القوات اللبنانية. طيب بالعهد الجديد شو بينقال؟ هي مع الشرعية القوات اللبنانية. وهي بتحمي الحرية القوات اللبنانية، وهي رمز القضية القوات اللبنانية. مشان هيك من هلا وطالع ما بقى بدنا نسمع العهد القديم، بدنا نضل بالعهد الجديد. رفيقاتي بدكم تحفظوهم بس هودي. رفقاتي عطول بنحكي عن المقاومة كحركة مقاومة، عن القوات كحركة مقاومة مستمرة للوصول لدولة سيدة بالفعل، حرة بالفعل، مستقلة بالفعل، دولة قوية تضمن أمن أولادها واستقرارهم، دولة كل السلاح بإيدها وكل القرار عندها. هيدا كله صحيح وأكثر من صحيح، بس حد هيدا كله القوات هي ثورة على اللامبالاه والكسل، ثورة على منطق حيدي عن ظهري بسيطة، ثورة على منطق اللي إيد ما فيك عليا بوسة ودعي عليا بالكسر. انت لا تبوسة ولا تدعي عليا بالكسر، ضل قوي حالك وقوي حالك وقوي حالك تيصير فيك عليا. ثورة على منطق 100 كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه.
ثورة على منطق مين ما أخذ أمي صار عمي، ثورة على منطق الشاطر ما يموت. لا يا صبايا وشباب، تعرفوا ميول ما يموت مزبوط، الشريف ما يموت والمستقيم ما يموت، مش الملوفك ما يموت. ثورة على نمط السياسي اللي وصل لبنان لهون، ثورة على كل شيء فاتر، على فرفكة الإيدين وعلى وجوه الصفر والمواقف الرمادية واللغة الخشبية. القوات ثورة على الفساد، بس ثورة فعلية على الفساد، ثورة على الواسطة، على الزبائنية، على عدم الكفاءة. القوات ثورة على الإهمال، وبالأخص ثورة على غش الناس والتلاعب بمصيرهم ومصالحهم. قلنا قوة بالعقيدة وعمق بالإيمان، صلابة بالالتزام، صمود بوجه المخاطر، وهلا منزيد ثورة على كل شيء فاسد ومهتر بلبنان. هيدي هي القوات، هيدا هو نحن. طيب رفيقاتي رفاقي، القوات منا حزب تقليدي، انتبهوا لي شوي هون، مشان هيك شغلكم ما في يكون تقليدي، وتما يكون تقليدي ما فيك تكون ساقط بالمدرسة أو الجامعة، لأنه بصير بدك واسطة وبصير بدنا بوسطة بعدين، وما فيك ما تحترم أهلك وبيتك، لأنه الوطن المحترم مجموعة بيوت محترمة، وما فيك ما تحترم الجامعة وإدارتها تتحافظ على مؤسسات المجتمع، وما فيك ما تحترم رفقاتك اللي معك واللي مش معك لأنك بتبطل تكون ديمقراطي، وما فيك تنسى ولا لحظة إنه الجامعة للدرس ومش حلبة مصارعة، وما فيك ما تحترم القانون لأنه ما في دولة بتقوم بدون قانون، وما فيك تقعد على جنب بمواجهة الأحداث وقضايا شعبك ومجتمعك، وما فيك تأثر بقضايا شعبك ومجتمعك إذا بقيت لوحدك واشتغلت بطريقة تقليدية. ما فيك وفيك تعطي نتيجة إلا إذا تجمعت مع غيرك وشكلت قوة تغيير، وهالشي ما بصير إلا من خلال الانتساب لأحزاب. هلا اذا بدك تكون مقاوم من جهه وثوري غير تقليدي من جهه تانية، تعا انتسب مطرح ما في قوه بالعقيده، عمق بالايمان، صلابه بالالتزام، صمود بوجه المخاطر، وثوره على كل شيء فاسد وماتر بلبنان، تعا انتسب للقوات. ما نفكر ممكن يكون عندنا وطن مثل يلي بنحلم فيه او مستقبل زاهر من دون احزاب. منا صدفة انه الحياة السياسية بكل المجتمعات المتطورة، من امريكا لليابان، من اوروبا لاستراليا، بكل هالمجتمعات الحياة السياسية قايمة على الاحزاب، مثل ما انه الحياة الاقتصادية ما بقى فيها تكون مثل ما كانت من 50 سنة وقت كنا نروح نشتري من الدكانة اللي بزاروه بالحي. هلا كمان حياة السياسية ما بقى فيها تقوم الا على التجمعات السياسية الكبيرة على الاحزاب. من هون بدعيكم، من خلالكم بدعي كل شاب وصبية بمجتمعنا للانتساب لحزب القوات اللبنانية وتشكيل القوة السياسية اللازمة لتحقيق حلمنا الدايم بقيام دولة الحق، دولة القانون، دولة الإنسان بلبنان. رفيقاتي رفاقي، بهالسياق بالذات، مع انه يمكن البعض يعتبر انه منا بهالسياق، بس بهالسياق بالذات بدي اتوقف عند موضوع خطير جدا جدا جدا، لانه ممكن يطيح بكل امالنا واحلامنا باجيال طالعه بوطن جديد. هالموضوع هو تعاطي المخدرات. انا عم بطلق اليوم هالصرخه من هون بوجودكم، لاني حاسس انه في قسم من الاجيال الجديده وكتار من الاهالي مش عاطينه الاهميه اللازمه. في ناس كتار بالمجتمع بيسوقوا نظريات مجرمه مثل انه المخدرات الخفيفه ما بتضر، هي كنايه عن منبهات او مهدئات او ما شابه، بالوقت اللي الواقع العلمي مختلف تماما تماما.
مخدرات على أنواع الخفيفة والتقيلة، هي كناية عن سموم بتقتل تدريجيا وتباعا ولو بسرعات متفاوتة على قدرات الإنسان وبالأخص العقلية منها والنفسية، وبتحوله تباعا إلى مجرد كائن بيولوجي هي مع وجه الأرض من دون بوصلة، من دون قضية، من دون معنى، من دون هدف. بالزمانات قال صديقنا ماركس، بغض النظر عن رأينا بالماركسية، قال الدين أفيون الشعوب. وطبعا اللي كان بيقصده ماركس هو انه الدين بيخدر الشعوب وبيعميلها قلبها، بتصير راضخة مستسلمة بدون حياة فعلية. ماركس حكي مزبوط طبعا، مش بتشبيهه للدين للأفيون، بس بمفعول الأفيون. هيدا مفعول الأفيون وكل بقية المخدرات ولو بدرجات متفاوتة. في شي جريمة بهالدنيا أكبر من قتل الإنسان يلي بالإنسان وتركه مجرد جسي متحركي، وحتى جسي متحركي إلى حين؟ في شي جريمة أكبر من قتل عقل الإنسان وتحويله لمجرد مكنة بيولوجية وكمان إلى حين؟ في شي جريمة أكبر من تجريد الإنسان من طاقاته العقلية والنفسية الأساسية؟ هيدا اللي عم تعمله المخدرات على أنواعها، الخفيف منها والمتوسط والتقيل، الكيميائية والرقمية ولو بسرعات مختلفة. من هالمنطلق بدعي اليوم من هون من معراق، بدعي الأهل يوعوا مخاطر المخدرات ويخلوا عيونهم على أولادهم تما يوقعوا بهالفخ الرهيب، كما أني بدعي الشباب والصبايا الطالعين يقاوموا ويقاوموا ويقاوموا وما ينجروا ولا ينغشوا ولا بأي شكل من الأشكال تحت تأثير رفقة إلهم لهالمقتل الرهيب، مثل ما رفضتوا أي تبعية لأي محتل، مثل ما رفضتوا أي تبعية لأي محتل، رفضوا أي تبعية لأي نوع من أنواع المخدرات، إن كانت حشيشة أو ماريجوانا أو حبوب أو كوكايين أو هيروين أو أوبر أو مخدرات رقمية. كمان بهالسياق بدعي الدولة لتفعيل أنشطة المكافحة اللي عم تقوم فيها تتقضي على التجار والمروجين. وأخيرا بهالموضوع بعلن أنه مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية عم بتحضر حملة كاملة بالمدارس والجامعات ضد تعاطي المخدرات، رح تنطلق مع مطلع العام الدراسي 2015-2016. كونوا مستعدين تنقضي على هالمرض قبل ما يقضي على مجتمعنا، وما تنسوا ان احنا ثورة على كل شيء فاسد ومهتر بلبنان، كيف بالحري ما بدنا نكون ثورة على تعاطي المخدرات. رفيقاتي رفقاتي، من كم يوم مرقت الذكرى العاشرة لانسحاب الجيش السوري من لبنان، ننقل من مخدرات على مخدرات. لازم نتوقف مطولا عند هالذكرى تناخد منها عبر أساسية، لأن صراحة كلها عبر. شو أول عبرة؟ أول عبرة أنه ما بيصح إلا الصحيح ولو بعد حين. فكروا معي شوي، مين كان يقول كل هالاحتلال العسكري والأمني السوري الطاغي بلبنان له نهاية؟ غمضنا عين، فتحنا عين، وجت نهايته. تاني عبرة هي انه اللبناني هي انه، وبخلاف المثل اللبناني العين قوى مثل مخرز. شو بدكن عين حساسة اكتر من العين اللبنانية؟ شو بدكن مخرز اقزى من مخرز النظام السوري يلي شايفين هلأ وكل يوم شو عم بيعمل بشعبه بالذات؟ وبرضو هالعين اللبنانية قوى مثل مخرز الاسدي. تالت عبرة هي انه بس اللبنانية توحدوا ب 14 أدار ليكوا شو قدروا عملوا. 14 أدار منا حركة حزبية بالمعنى الضيق للكلمة، 14 أدار ضرورة وطنية. تصوروا لبنان للحظة هلأ من دون 14 أدار، شو كان بيضل منه؟ رح لكم شو كان بيضل منه. كان بيضل منه الصمود والتصدي والممانعة والديماغوجية والتدخل بسوريا والعراق واليمن واستقبال الجساس كل يوم. وكان اللي تبقى من الدولة اللبنانية صار بخبر كان. لهالأسباب بدي ادعي كل اللبنانية يأيدوا 14 أدار
لأنه هيدا المشروع الوحيد اللي بيطلعنا من الجورة اللي نحن فيها، بوصلنا على دولة قوية، دولة حق وقانون، دولة بتحافظ على سيادة لبنان واستقلاله، دولة بتحافظ على حياده، دولة بتشتغل تتأمن مصالح اللبنانية، مش بتضحي فيهم على مذبح قضايا أخرى ما لها علاقة لا بلبنان ولا باللبنانية. وأخيرا، مثل ما أنتوا أبطال الانتخابات الربحانة بالجامعات، عليكم تكونوا هيك بالمناطق كمان، وإلا بصير ينتبه عليكم المثل يلي كنا نقوله على السوريين بالزمانات، كنا نقول أبطال بلبنان وأرانب بالجولان، بصير نقول أبطال بالجامعات وأرانب بالمناطق. دوركم ببلش مش بينتهي بس تخلص الجامعة، دوركم ببلش بالمناطق والمصالح والأجهزة، تضخوا بعروق الحزب دم جديد، طب بالفعل أجيال تكمل أجيال. دوركم بينتهي بس وقت اللي بيتحقق الحلم. صحيح كل سنة بنحتفل بهالنهار، بس ما في سنة مثل التانية، لأنه كل سنة عم نقدم خطوة وخطوات لقدام. ربيع القوات بلش، هو مستمر، وانتو زهور ربيع القوات، انتو الشعلة اللي ما بتنطفي، شعلة الحرية، شعلة التاريخ، شعلة المستقبل. هنيئا لنا فيكم، هنيئا للقوات فيكم، ورهان لبنان عليكم. عشتم رفاقي ورفيقاتي، عاش طلاب القوات اللبنانية، عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في نقل مباشر لوقائع الحفل الذي نظمتها مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية بعنوان إيدك عن لبنان لمناسبة يوم الطالب. رئيس حزب القوات دكتور سمير جعجع